نجمة انجل مقدم، برحب بيكي معايا في وشيا ملكه الموضه انجل مقدم. والبساطه بلاش مبالغه بقى، ايه المبالغه دي؟ دايما اطلالاتك بتكون بسيطه، بس الاطلالات المصريه بحسها المصريه شويه، صح ولا لا؟ والله ما ركزتش، انا بحاول دايما ادور على الحاجه اللي تبقى لايقه عليا، وفعلا انا بحب البساطه يعني، بس بفكره يعني، حاجه بسيطه بس فيها فكره، فده ده ذوقي فعلا. عاده ايه اللي ممكن يشدك، او الفكره اللي تشدك اللي تكون عامله ازاي مثلا، وايه الفكره اللي انت نفسك تلاقيها بس ما لقيتهاش؟ بص انا دايما وانا بدور على حاجه تكون لايقه فعلا علي، يعني محلياني، يعني ما انا صح مش بتبين الدفوهات، بتداري الدفوهات بس بتبين الحاجات الكويسه، وتكون جديده، فكره ما اتلبستش يعني، وتكون بسيطه، مش بحب الدوشه والبهرجه خالص، و تكون مريحه. ناخد من كلامك فكره اللي انت الدفوهات او كده، انت دايما صريحه، يعني فكره اللي انت اشمعنى في الحاجه اللي زي كده مش صريحه؟ اصل يعني برضو احنا طالين على الناس، يعني نطلع عليهم بدفوهاتنا؟ لا، نبقى نحاول يبقى شكلنا كويس على قد ما نقدر عشان الناس ملهاش ذنب. فكره ان كمان النهارده انت موجوده في لجنه التحكيم، بتشوفي ده ازاي؟ وهل بتستعدي لده؟ انا عارفك بتقعدي تذاكري دايما للادوار اذا كان الدراما والسينما، هل ده بالنسبه لك ليه مذاكره في حاجه معينه؟ انا لسه مش عارفه الاسس او الرولز، يعني الحاجات اللي على اساسها بنختار، اكيد ده هنقعد ونتكلم فيه عندنا من دلوقتي لحد سبتمبر، هيبقى فيه ميتينجز، هيبقى فيه تحضير، هيبقى فيه، هنبقى معاهم في المطبخ عارفين احنا بنبص على ايه، بندي التقييم على ايه، فده اكيد طبعا هيبقى ليه استعدادات. يعني جنب ده فكره كمان انك انت عاده بشوف النجمات اللي بيكون ليهم وجهه نظر في لبسهم ممكن ياخدوها كبروجكت مختلف، يعني النجوم الرجال بيعملوا مطاعم، الفنانات بيعملوا خط موضه، ممكن ليه ما فكرتيش في ده؟ وانت اوقات كتير برضو انا فكرت، والله فكرت انا في فكره، بس مش هقولها لك عشان ما حدش يلطشها مني، في فكره عندي، لا مش هقول لك، فكره عندي ل تشين معين، يعني حاجه مكان كده معين نفسي اجيبه مصر قوي، لان انا كل ما بسافر بروح له في اي حته في العالم، هو موجود في كل الدنيا ومش موجود عندنا، فانا نفسي يفتح في مصر ونفسي اجيبه، لانه هيوفر على ستات كتير حاجات كتير قوي. غالي ولا رخيص؟ لا معقول، ولا غالي ولا رخيص، ما هو متوسط. عشان انت تارجتي فئات كتير يعني، ولا برضو انت عندك تير 1؟ انا عاجبني ان هو سهل، يعني في الصيف ما بيبيعش غير حاجه معينه، وفي الشتاء ما بيبيعش غير حاجه معينه، وكل الستات بتحتاج الحاجات دي في الصيف، وكل الستات بتحتاج الحاجات دي في الشتاء، فيعني نفسي اجيبه قوي في مصر. عايز اخدك لجزء تاني، فكره الكامله، واللي انت تعملي قضيه بتهم ناس كتير او قطاع كبير من المجتمع، وعاده كمان في الارياف يعني، او تدخلي الجزء ده، ما كانش عندك تخوف لده؟ ان ناس كتير ممكن يقولوا هي مش جراءه، احنا بنشوف ناس بتتكلم على المساكنه وكتير، بس فكره الجزء ده خوفك ولا لا؟ لا ما خوفنيش خالص، عشان انا بحب ان احنا نتكلم على مشاكلنا ونتناقش فيها، مش شرط نقدم حلول، بس نتكلم على المشاكل عشان نعرض، نخرج من فيلم او نخرج من حاجه عندنا وجهه نظر، ممكن يكون مغير لنا حاجه، ما ياثر فينا بطريقه، عندنا احساس معين، عندنا فكره معينه، عندنا قرار معين. انا بحب النوعيه دي من الافلام او الاعمال عموما، اللي تخرجك بتفكر، فكامله من الافلام دي. سؤال بيراودني كتير، فكره مودك بيتحكم فيكي ولا لا؟ مودي؟ للاسف للاسف. طب بتتغلبي على ازاي، وخصوصا انت موجوده قدام جمهور، ويعني ودايما وقتك مش ملكك ولا مودك ملكك؟ اعتقد ده حقيقي، يعني انا بكلمك في الحياه العامه او في الحياه العاديه، لكن في وقت الشغل لا، لازم افصل، سواء وده شغل يعني، لو انا في حدث زي ده لا انا هفصل، لو انا في تصوير هفصل، لو انا في اي مناسبه هفصل، لكن صحابي هيفقسوني، هيبقوا عارفين قريبين مني. كان ليكي تصريح انا شدني، فكره وده اللي بقول عليه، فكره اللي انت جرأتك وصراحتك مش بتعرفي تخبيهم، اللي انت قبل كده قلتي انت رحت لطبيب نفسي، الموضوع ده خلى ناس كتير تروح وتعمل كده ويقولوا اللي احنا رحنا،
بس ده مش شايفاه بيضر حتى كمان في الشغل عموما. لا لا انا مش شايفه ان اي حاجه زي دي بتضر خالص. حان الوقت ان احنا نتعامل مع التعب النفسي والمرض النفسي كمان زي اي مرض، ده حاجه طبيعيه واحنا بني ادمين وكلنا عندنا حاجات كتير، صراعات نفسيه عندنا طريقه تربينا بيها ممكن تكون اثرت علينا قدام، ده طبيعي جدا. وكل لما بنشتغل على ده جوانا كل بنبقى بني ادمين أصح وأصلح للعيلة اللي احنا فيها وللمجتمع اللي احنا فيه. فمهم أنا ما بشوفهاش أي حاجة، بالعكس أنا بشوفها حاجة صحية جدا جدا جدا. شكرا جدا، نورتي النهاردة في وشك. شكرا.